من خلال اللقطة الماضية، لكن هنا اللقطة اللي كاد فيها اللاعب حميد جمعة بعدما أبعدها القلهاتي في المرة الأولى كاد أن يرسل كرة في شباك فريقه، لكنها كان موجود فيها القلهاتي وبالتالي أبقى النتيجة كيكا من زمن شوط المباراة الأول في مباراة الديربي. ما زال التعادل حاضرا ومخيما على لقاء القمة في مجمع السعادة، لكن اترام 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 الآن، لكن في النهاية فيها صافرة وخطأ على اللاعب بدوير اترام. اللاعب اترام لاحظ هنا اللقطة الماضية والدفع موجود من جانب اترام على اللاعب غالب حافظ، وبالتالي الاحتجاج الصنعة هو الآخر الحاضر بقوة في هذا الموسم، حقق انتصاره بالامس بهدف مقابل لاشيل على نادي الاوروبا، هدف ملغى الان بداعي التسلل من جانب اللاعب تراب، هدف ملغى من جانب اللاعب تراب، بينما المباراه الاولى في هذه الامسيه ما بين نادي سحار ونادي الشباب انتهت بانتصار نادي سحار بهدفين مقابل عرف عنه بانه الهداف التاريخي لكرة القدم العمانية بواقع 47 هدف، وهو الهداف الذي توج مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج 15 التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، وترام الآن بمحاولة وتسديدة لكن في النهاية تحولت إلى خارج الملعب، محاولة ترام تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى بالحوس على طول مرسلة إلى أحمد سلامة، لكن التغطية موجودة من جانب عامر الشاطري، واصلة إلى الأمام جدوين الآن إترام على طول بمشيها إلى جماله إلى أحمد مانع، جماله الآن لكن قطعت عادت إلى عامر الشاطري، أحمد مانع الآن لمسة أمامية إلى إترام يحاول فيها وفي النهاية القلهاتي يتحصل على الكرة في الوقت المناسب، خروج القلهاتي كان يقترب من التوجه إلى ركلة الجزاء، لكن هنا اللقطة التي كادت أن تأتي بركلة محمد حمد أعطت ظفار الآن وترام فرصة لأن يظهر في هذه المباراة وأن يسجل ثاني الأهداف ربما في هذه اللعبة، ممكن ترام يسجل ثاني الأهداف، بينما القلهاتي يوجه حائط الصد المكون تقريبا من 6 لاعبين من جانب نادي العروبة، وبالتالي يحاولون إبعاد كامل الخطر، ترام على التركيز ومصطفى مختار، ترام لعبها الله، جدوين ترام يسجل الهدف الثاني، وبالتالي الآن ظفار يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، وترام يسجل ثاني أهداف المباراة والثاني الأهداف الشخصية في بطولة الدوري بعدما سجل أول أهداف في انتصار الثلاثية في المباراة الأولى أمام نادي مجيس، الآن ترام يسجل بعدما تحرك حائط الصد، وبالتالي حائط الصد عندما تحرك كشف المرمى وترام عرف كيف يصوب وكيف يسجل، وبالتالي يريح الأعصاب والأنصار بالنسبة لفريق الزعيم، والزعيم يتقدم الآن بهدفين مقابل كرة مقطوعة من جانب جماله، مصطفى مختار بلمسة أمامية تاركها هاني الضابط، الآن جدوين ترام يحاول التقدم ممكن تنحط الجول فيها ركلة جزاء بعد التدخل من جانب أحمد القلهاتي وبطاقة حمراء قد تظهر الآن بعد التدخل في اللقطة الماضية، نعم القلهاتي الآن أحمد سليم يتحصل على بطاقة حمراء، لاحظ هنا اللعبة والتحرك المميز من جانب ترام، وبعد ذلك تقدم والقلهاتي لعب على قدم اللاعب ترام، وبعد ذلك جاءت التعثر من جانب ترام وتحصل على بطاقة حمراء اللي هو أحمد القلهاتي، إذا القلهاتي وأحمد سليم، والمدرب الآن عند خيارات محدودة
لكن حكم المباراة هو سيد القرار، هو سيد المواقف التي تحدث في أرضية الملعب، وبالتالي مهما كان القرار علينا أن نحترم ذلك القرار وبعد ذلك أن نعقب في هذا الموسم والثالث أهداف المباراة. إترام اللاعب الذي تألق مع الشباب السعودي وهجر السعودي قادر ربما على أن يدون الهدف الثالث في هذه المباراة. إترام ولا محمد إسماعيل، إترام سجلها وبالتالي يسجل ثالث أهدافه في هذا الموسم، ونادي العروبة الآن يتأخر بثلاثة أهداف، وبفار يتقدم بالثلاثة، وبفار يكسب ربما قد أقول ثلاث نقاط قبل نهاية المباراة بأكثر من 13 دقيقة، وبالتالي هذه المباراة بالنسبة للعرباوي أصبحت أيضا ربما من الماضي، بينما الحاضر ما زال مستمرا عند نادي ظفار من خلال كتاب يملك من البطولات ثلاث بطولات في بطولة الدوري وثلاث بطولات في بطولة الكاس، اسم كبير وعريق. هنا ترامب يحاول يدون الهدف الرابع، لكن في النهاية محمد إسماعيل يبقي الأمور ويتحدث عن الجراح لا تحتاج إلى المزيد، وكفاية ما يحدث على مستوى الأهداف التي اهتزم بها نادي العروبة حتى هذه اللحظة. وبالتالي عندما نتحدث عن العروبة في أول ثلاث مباريات في بطولة الدوري من عام 2004 وحتى العام 2013، سنجد في أن 2004 جمع أربع نقاط من ثلاث مباريات، والعام 2005 حصدت ست نقاط من ثلاث مباريات، العام 2006 جمع أربع نقاط محمد إسماعيل إلا في مناسبة واحدة كانت عن طريق ترام اللي سدد له واحدة، لكن محمد إسماعيل كان في التدخل. هاني الضابط الآن يبحث عن الحضور في مثل هذه المواعيد بتسديده الآن، لكن التسديدة من جانب ترام تحولت إلى خارج الملعب، لكن الآن في تغيير وخروج للاعب جمعة درويش ونزول واشتراك اللاعب أحمد عيد. إذن أحمد عيد اللاعب القادم من نادي الطليعة يشترك الآن في الدقائق المتبقية وآخر عشر دقائق من زمن وأحداث مباراة نادي ظفار ونادي العروبة في الأسبوع الرابع. ترامب عنده فرصة، لكن في النهاية الكرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، تحولت إلى الآن ظفار يبحث عن تسجيل ثاني أهدافه، يبحث عن العودة إلى المكانة الطبيعية لنادي ظفار كيف لا، وهو من يتزعم بطولة الدوري بتسع ألقاب، بعد ذلك يأتي فنجة بثمانية والنصر بخمسة، العروبة ثلاثة متساويا مع مسقط السويق، أيضا النهضة نسختين وصور نسختين، نسخة وحيدة لمصلحة عمان ونسخة لأهل إزداب، كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، الخطأ نفذ والكرة تسير إلى خارج أرضية الملعب، هي الآن ضربة مرمى لمصلحة الحارس المتواجد من صفوف نادي إم جيس أنور سعيد. أنور تتخلص وتعود لمصلحة نادي ظفار. أمامية الآن واصلة لمصلحة اللاعب أترام، أترام يتقدم ويرسل كرة أمامية إلى أحمد مانع، لكن الكرة تخلصت بالرأس من حميد وعادت إلى خارج أرضية المقدمة أحمد سالم اللي حاول في اللعبة الماضية، يبحث عن زميل ويرسل كرة أمامية باتجاه هاني الضابط، هاني تلعب الكرة، أترام يحاول، أترام يتقدم، أترام خطيرة ويا مسرع ما تأقلمت يا أترام، هدف ظفراوي ثالث، إذن ظفار يسجل الهدف الثالث عن طريق المحترف الغيني
القادم من الهجر السعودي اللي وزنه 73 أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد وأعرب عن تسجيل الهدف الثالث، هدف ثالث لمصلحة نادي ظفار، هدف ثالث لمصلحة الزعيم. شاهد الإعادة وشاهد التوغل وبعد ذلك التسديد، استقرت في شباك أنور سعيد في لقاء سيكون هنالك في البريمي المصنعة أيضا في نفس اليوم في تاريخ 19 سيلعب مع العروبة أول يوم دوام مع بداية الأسبوع، والمباراة انطلقت في الساعة 4:45 دقيقة، والناس ممكن راجعة أعمالها والوقت ممكن ما كان مناسب ربما، لكن يبقى استاد السيب قريب جدا من كل جماهير نادي السيب على العموم. رمي تماس الآن جماهير الزعيم طبعا تغيب او لا تشكل ذلك الحضور الكبير لبعد المسافه، تتكلم عن اكثر عن 1000 كيلومتر تقريبا، وهي مسافه ليست بالمسافه القصيره. ماشي الان الرواحي عاليه في مكان سليم مستمره للسيب، ولكن تبع تسديده، ولكن عاليه الكره الماضيه فيها ركله مرمى لمصلحه نادي السيب. جودوين اتران هو من حاول، ومثل ما ذكرت انه حمود السعدي بهدف اللي سجله اليوم يصل لنفس رصيد جودوين أتران 3 أهداف. بيتر جيجي الروماني 51 سنة يعني لا زال في توجيهات للاعبين، ولا شك أنه ينتظر ما هو أفضل. مدرب اللي تكلم وذكر بيان من بنياس لعب معهم 52 مباراة سجل 14 هدف، بعد ذلك الظفرة 10 مباريات وثلاث أهداف. هذه خطرة الزعيم الثاني مرت يا حمود، عدت يا سعدي، محاولة خطرة وانفراد كان موجود لكن الاستغلال ما كان حاضر من حمود السعدي، وبالتالي فرصة التقدم من جديد بتضيع على نادي ظفر. نعم بتضيع الفرصة الماضية والمحاولة الخطيرة، شوفوا معي فضل التسديد من وضعية المثالية، لكن إلى الآن يظهر بشكل جيد في بطولة الدوري، وضعه يعني ب 11 نقطة قريب من فرق الصدارة بشكل كبير. محاولة الآن لظفار، هذه خطرة ممكن الثاني، ولكن تنشال بلنتي محمود المجرفي، هذه المرة ركلة الجزاء تأتي لمصلحة نادي ظفار وبطاقة صفراء. الزعيم الآن يقترب من التقدم من جديد في هذا اللقاء، ركلة جزاء محمود المجرفي يشير على وجودها. راح نشوف الإعادة، شوفوا معاي الافتكاك الممتاز للكرة الماضية، وبعد ذلك مرور جودوين أترام من إبراهيم الزجالي. العرقلة كانت أو بالأحرى من حسني، نعم من حسني البوسعيدي، وبالتالي بطاقة صفراء على حسني، وركلة جزاء لنادي ظفار ممكن يتقدم من خلالها ويسجل ثاني الأهداف. الدوربين يبدو هو من سوف ينفذ هذه الكرة، يبحث عن ظهور مميز مع الزعيم في هذا الموسم. الدوربين فوزي بشير في حوار مع سعيد الفارسي، هل يفعلها فوزي بشير؟ الدوربين خبرة السنين حطها كرة معه ماشية، بدر رصيب طويلة وللأمام في الجهة اليسرى، هذه ممتازة لجودوين أترام اللاعب الغاني، محاولة مرور واحد على واحد ممكن يمر، مر أترام، هذه خطرة عرضية أمامية ممكن، ولكن متعدي حمود السعدي حصلها، يبحث عن حلول متاحة، تسديدة قد تأتي، لكن شوارة في عالم المستديرة مع نادي السحاب. هنالك اصطدمت بالقائم الأيسر لمصعب الحوس، كرة الآن في رمي تماس، هذا هو جودوين طبعا بعد ما قاد منتخب بلاده للشباب للوصول للمباراة النهائية في كأس العالم في 97. خطأ لظفار الآن، كرات ثابتة، أترام على تنفيذ هذه الكرة، يرسلها عالية للقائمة لبعيد براس اللعب، كيف مرت يا دوربي، كيف مرت يا فوزي، محاولة خطيرة جدا جدا جدا، ورقابة دفاعية سيئة جدا جدا جدا. فوزي كان ممكن والله يصطاد الهدف الوحيد،
لكن الرأسية ما راحت معه بالشكل المطلوب. الكل كان ينظر الحكم المساعد الثاني فوزي بشير مرت من الكرة الماضية. السويق الآن دقائق الأخيرة من عمر المباراة. جودون أترام الغاني سامعين فايز الرشيدي وتوجيهاته للحائط البشري. كرة ثابتة هل تهدي ظفار نقاط ثلاثة غالية جدا. خلونا نشوف جودوين ترامب يسدد بالقدم اليمنى ولكن سهلة مع فايز. نبيل عاشور يعادم جديد الكرة الماضية وتسديدة جودوين ترامب اللي تصدى لها حسن أو فايز رش الأول. ولا شك أن هنالك دور قادم متبقي كامل لربما يشهد تغييرات كبيرة منتظرة بطبيعة الحال. عدم جديد الكرة الماضية والخطأ المحتسب على حسن ربيع. كرة ثابتة وقد تكون الأخيرة لظفار في هذه اللحظات. نبيل عاشور يرسلها ما مشت مع ضابط دوربين ماشية. جودوين أترام خذها مر انطلق ظفار. هذه خطرة الضابط الآن ممكن يسدد ولكن تصدم. بطولة الدوري بمسمى دوري المحترفين العماني لأول مرة. المحاولة تأتي لمصلحة نادي ظفار والكرة أمامية لظفار. ظفار حقيقة هو الفريق الذي يتقدم وهو الفريق الذي يسعى في التسجيل عن أول. مروان سعيد يعيد الكرة الماضية ترسل الآن أمامية باتجاه طيب عبد الرحيم تتخلص من أمامه. يتقدم هاني الضابط. هاني يرسلك لمصلحة نادي ظفار. الحديث عن النيجيري الذي يجلس على دكة البدلاء بينما لدينا الغيني الذي يتقدم في هذه الأوقات أترام ويبحث عن أول أهدافه بالقميص الأحمر. نشاهد ونتابع هل يأتي أول الأهداف الظفارية. الآن المحاولة تأتي أترام يرسل محاولة. الله لا مانع من التقدم مع أحمد مانع. لا مانع مع أحمد مانع الذي يسجل ويرقص الآن على الأنغام الظفارية. هدف أول ظفراوي يأتي في هذه الأوقات. شاهد الإعادة شاهد الصناعة من الغيني أترام وبعد ذلك الترجمة من اللاعب أحمد مانع التي لم تكن الرقابة حاضرة عليه في اللعبة السابقة والكرة الماضية ليأتي أول أهداف اللقاء عن طريق اللاعب الذي يحمل القميص 19 أحمد مانع هو اللي سجلها. أحلى بالرأس اللعبة الماضية تعود لمصلحة نادي ظفار. أمامية إلى الجهة اليمنى أمامية أترام. أتحدث هنا عن طارق التائب الذي لعب في مساء الأمس مع نادي السويق في الأمسية الأولى لنادي السويق بالدوري. المحاولة تتحول إلى خطأ لمصلحة نادي ظفار ولمصلحة اللاعب الذي يقدم المستوى الجميل في الدقائق الماضية والذي يتواجد بالقميص 14 في صفوف نادي ظفار. الحديث عن أترام أو عفوا ليس القميص رقم 14 لهاني الضابط. أتحدث عن القميص 25 وهو على تنفيذ الخطأ القادم. التقدم يأتي من أترام والمحاولة تأتي لأترام. نشاهد ونتابع هو من صنع الهدف الأول. الآن المحاولة تأتي لمصلحة الزعيم والكرة لمصلحة ظفار. أترام أمامية صدت في الحائط بقى تقطع وتعود لمصلحة هاني الضابط ولمصلحة نادي ظفار. الضابط يرسل كرة أمامية وصلت إلى الحارس أنور اللي سيطر على الكرة. دوري عمان تلي المحترفين وظهوره بالصورة الإيجابية. أتحدث عن الصورة الإيجابية يتواجد فيها حضور جماهيري يشجع استحق أن يتواجد في بطولة دوري عمان تل للمحترفين. خسر لقاءه الأول مع النهضة هنالك في البريمي والآن المحاولة تأتي لظفار. رمي تماس نادي صحم الآن ماشية للأمام في مكان سليم. المرزوقي كرة معاه مر بشكل جيد لكن تغطية من جودوين أترام.
في خطا لمصلحه عبد المعين. جودوين زعلان على القرار اللي صدر من الحكم المساعد الاول حمد المياحي. شوفوا معاي اعاده للكره من زاويه اخرى. الكرات الثابته الى الان وخطوره مفتقده لهذه الكرات من الجانبين، لكن هل نشاهد خبر مغاير من خلال هذه اللقطه؟ جودوين اترام، شايفين جماهير صحن تستمر في المؤازره والتشجيع، وهنا لعب بطاقه صفراء ظهرت في وجه جودوين اترام. وحسن جوهر من جديد، لاحظ انه في فترات يتراجع ظفار ويتقدم صحم، لكن الارتداد ما يكون بالصوره المطلوبه، والعكس صحيح ايضا، لحظات يتراجع صحم وظفار يضغط. الان اترام من الجهه اليسرى من جديد، يا سلام يا سلام يا سلام على اترام، مر بشكل جيد لكن العرقله تاتي وبالتالي خطا في مكان ممتاز. جودوين شوف من بين لاعبين خذها، يا عيني عليك كبير يا ولد. سلام على لمحه فنيه جميله من الغالي اترام، وهنا سليمان البريكي في توجيهات، يغيب محمد الديب للاصابه لكن البريكي موجود، اللاعب الذي اعتذر لعشاق الازرق بعد الخطا الذي كان في الديربي، الان في توجيهات للحائط البشري، وخطا هذه المره في مكان مؤثر للزعيم جودوين اترام في محاوله لاعطاء الخبر السعيد الاول لعشاق الاحمر. ودراغان في توجيهات، هل من خبر جديد يا زعيم؟ جودوين اترام على تنفيذ، يرسلها للقائم البعيد لكن بتمر، حاول يصطاد الزاويه البعيده لكن ما مشت معاه، وبالتالي فيها ركله مرمى. شوفوا معاه الاعاده، الكره المنقوله راحت عاليه بس ما مشت معاه بالصوره المطلوبه. الكره الان فيها خطا لمطوله متقدما على العروبه بنقطتين، الان كره ملعوبه طويله للامام في مكان ولكن سهله مع البريكي. من 2004 2005 ودوري المحترفين يا زعيم، وانت من عشقت التاريخ والانجازات، هذه فرصه لتسجيل تاريخ مميز من جديد وان تكون سباق. الان محاوله ماشي للضابط ممكن الان، يا سلام الله لو كملت، الله لو مرت يا هاني، لكن لمسه من خبرة السنوات. شوف الكرة لما نقلت، حاول ياخذها وينفرد بسليمان البريكي، لكن الشاب محمد مطر قراءة موفقة جدا للمشهد الماضي وإبعاد للكرة فيها ركلة ركنية. خذها، لا زالت الكرة معاه لجودوين اترام، تدخل ممتاز لكن تستمر الكرة، نادي ظفار الآن انتشار جيد، ننقلها للأمام ولكن وإلى الآن لا زلنا في انتظار ما هو ممتع. جودوين اترام يسدد لكن بعيدة الكرة الماضية فيها ركلة مرمى. المدربين بدأوا يرموا بالأوراق، لكن هل تعطي هذه الأوراق الإضافة المنتظرة للاثنين؟ ماشية لحسن مظفر، نقلها لمحسن جوهر، نديم كريم كرة معه، ضغط من محمد جمال، تعود الكرة لنادي ظفار مع جودوين اترام، طويلة وللأمام، البحث عن هاني الضابط لكن مبعدة من محمد مطر.